خليني اروح لسلمى. سلمى انت نموذج جميل جدا، ويعني برضو عايزين نعرف بدايتك، كان مين شجعك، مين اللي كان دايما في ظهرك في الموضوع ده، وايه برضو الصعوبات او الكلام اللي كنت بتسمعيه لو بيحاول كده يهدم القصة او يخليكي يا حرام ليه بتعملي في نفسك كده، الحاجات اللي أيوة. للأسف برضو لسه موجودة. هو انا الصراحة ماما اللي كانت شجعتني قوي ان انا ادخل كاراتيه وكده. اخواتي زمان هم صغيرين كانوا بيلعبوا بس هم بطلوا. كانوا ولاد ولا بنات؟ ولاد. انا البنت الوحيدة. فاخواتي بقى اللي بيفضلوا يقولوا ليه ومش عارفة انت بنت وخليكي في نفسك وشوفي لعبة يعني الطف شوية. مش عارفه ايه، بس انا عجبتني اللعبه قوي وحبيت استمر فيها. وماما الصراحه كانت بتشجعني قوي، والكابتن كانت مهتمه بينا جدا جدا، فحبيتها وحبيت التيم بتاعي ويعني كملت عادي. بس ازاي اصلا يعني دلوقتي واخواتك كانوا بيلعبوا وحبيتي اللعبه، روحتي قدمتي فين، كان عمرك كام سنه، يعني احكي لنا البدايه كانت ازاي. كنت 11 سنه. واخواتي اصلا كانوا بيلعبوا، هم اخواتي اكبر مني بكتير، بس يعني انا ما حضرتهمش بس حضرت يعني صور ليهم وكده. فبعدين دخلت مع كابتن اسماء واتمرنت. كانت معروفه بقى كابتن اسماء هناك ويعني وليها اسم كده. كنت خايفه منها الاول. خوف برضه. كنت بقول لماما لا يا ماما خليكي معايا ومش عارفه ايه، وكنت بعيط اصلا اول حصه يعني. كنت خايفه قوي. يعني كان معروف ان اللعبه برضو مش سهله اكيد بالنسبه لك، ليها قواعد معينه ورولز وحاجات زي كده. يعني انا لعبتها شهرين وانا صغيره بس مش فاكره قوي، بس يعني وكان لازم من طبيعه على فكره المدرب برضو تصححي لي المعلومه ان هو بيبقى شديد. يعني اللي خلاني انا اسيب الكاراتيه وانا صغيره انه كان بيضربونا بالحزام بس طبعا بالراحه، يعني على رجلينا لو عملنا حركه غلط. كنت بتعملي كده؟ لا ما بضربش الصراحه. لا كانوا بيعملوا كده معانا. لا كان صوتها بس ضرب. الصوت كفايه. هو مش بالضرب بصراحه يعني. هو بس يعني مجرد ما بنزل الملعب مع الصوت والزعيق فده كفايه. يعني انا ما بحب يعني مش مع فكره ان مثلا مدرب يضرب، بس بيعملوا يعني كده اوقات كانوا معرفش إيه بتبقى دلوقتي. مش ضرب. هو مش ضرب هي حاجات تحذيريه يعني. بس ان انا اصلح لك حركه مثلا في الايد، حركه في الرجل، لكن مش ضرب كغباء. ده طبعا ما بيحصلش حتى لاي حد من زمايلنا يعني المدربين بصراحه يعني، بس حاجات تحذيريه بس مش اكتر.